بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبدأ على بركة الله سلسلة محاضراتنا الفيديوية والمخصصة لطلبة المرحلة الثالثة فرع النظم لمادة المكان التزامني والخاصة. وكما هو معلوم أن مادة المنهج تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية. هذه الأقسام هي المولدات alternators أي المولدات التزامنية، والمحركات التزامنية، ومن ثم المحركات الخاصة. محاضرتنا لهذا اليوم تشمل المولدات التزامنية. والمولدات التزامنية هي من أكثر المكان شيوعا واستخداما وأهمية في إنتاج القوة الطاقة الكهربائية في العالم، إذ تشكل ما يعادل 95% من إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم يكون باستخدام المولد التزامني، أي أنها الأكثر استخداما لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. وجاءت التسمية للماكينة التزامنية لكون هناك تزامن أو توافق تام بين سرعة دوران المجال المغناطيسي والجزء الدوار. ولا يخفى على الجميع أن المولد التزامني يعمل بنفس أساسيات مبدأ الحث الكهرومغناطيسي لمولد التيار المستمر، إلا أنه يختلف من حيث كون الجزء الساكن هو المنتج، أي أن في المولدات التزامنية يكون عضو إنتاج القدرة الكهربائية والقوة الدافعة الكهربائية هو الجزء الساكن، بينما في مولدات التيار المستمر كان عضو الإنتاج هو أو المنتج هو الجزء الدوار. وهذا أعطى مميزات كبيرة للجزء الساكن بأن يكون هو المسؤول عن الأرميتشر، عن إنتاج القوة الدافعة الكهربائية. هذه المميزات تظهر عندنا أمامك، هي الأدفانتج أوف ستيشنري أرميتشر، يعني مميزات المنتج الساكن. ومميزات المنتج الساكن هي كثيرة، وأهمها هذه النقاط المشار إليها، اللي هي تكون في بداية الأولى تكون سهولة عزل وتثبيت الملفات الساكنة خصوصا بالفولتيات العالية، لأنها تكون موضوعة تحت قوى الطرد المركزي، not subjected to centrifugal forces، غير موضوعة تحت قوة الطرد المركزي، وبالتالي تكون سهل عزلها وتثبيت هذه الملفات حتى في الجهود العالية. النقطة الثانية، ملفات المنتج يمكن ربطها مباشرة إلى الحمل بدون حلقات انزلاق أو فرج كربونية، بدون حاجة إلى حلقات انزلاق أو فرج كربونية. أما النقطة الثالثة فهي أنه لكون هناك مصدر للتيار المستمر يجهز الجزء الدوار، فنحتاج إلى حلقتين انزلاقية فقط، مهما كان عدد الأقطاب نحتاج إلى حلقتين انزلاقية فقط هي لتجهيز مصدر التيار المستمر إلى ملفات الجزء الدوار. والنقطة الأخيرة هي لكون التركيب الجزء الدوار هو ذو متانة عالية وبسيطة، فإنه يمكن أن تدويره بسرعة عالية، وبالتالي هذا يزيد على القدرة المستحصلة من الماكينة بنفس الأبعاد، قدرة خارجة أو الخارج العالي لهذه الماكينة. الفقرة الثانية اللي هي فقرة التركيب، تركيب المكائن التزامنية متشابه، كان يكون محرك أو مولد بنفس الطريقة يتم تشكيله. تركيب الماكينة التزامنية إذا كانت مولد أو كانت محرك، فبأي نوع تعمل تتركب الماكينة التزامنية من عضوين أساسيين، العضو الأول هو العضو الثابت والعضو الثاني هو الدوار، واحد يحمل ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية ويسمى المنتج، والآخر يحمل ملفات المجال المغناطيسي ويكون هو الجزء الدوار فالستيتار
إذا جينا الجزء الأول هو الجزء الساكن في الماكينة، ويصنع من صفائح الحديد الستيل المعزولة فيما بينها، صفائح رقيقة سميكة ورقيقة ومعزولة، وتضغط وتكبس فيما بينها وتتخللها شقوب، وهذه الشقوب توضع فيها ملفات الرئيسية وملفات المنتج، توضع بها الملفات الرئيسية أو ملفات المنتج، وتكون متصلة كما مبين بالشكل، متصلة إلى التجهيز للأحمال، تكون متصلة إلى التجهيز الرئيسي للأحمال. عادة هذه الملفات تكون من 6 أطراف، وهذه الأطراف الستة تربط أما ستار أو دلتا لتكون على أطراف 3 اللي هي متصلة تكون بالأحمال. الجزء الثاني اللي هو الروتور. العضو الدواري يحمل ملفات المجال المغناطيسي ويغذى بمصدر تيار مستمر عن طريق حلقتي انزلاق، وهذا التيار في المار في ملفات العضو الدوار هو تيار مستمر، لذلك لا يلزم تصنيع العضو الدوار على شكل شرائح أو رقائق. ليش؟ لأنه ما تتكون به تيارات دوامة لكون المصدر هو مصدر تيار مستمر. فإذا ممكن أن يصنع من قطعة حديدية واحدة ويسمى بالحديد مصمت، أو ممكن أن يصنع على شكل شرائح حسب الحاجة لها. وعادة ما يكون الروتور بنوعين، يصنع الروتور بنوعين، النوع الأول يسمى بالسايلنت بول تايب، والنوع الثاني اللي هو نان سايلنت بول تايب. النوع الأول السايلنت بول، في هذا النوع يكون على شكل دائري، على شكل دائري من حديد الستيل، ويثبت على الشفت للمولد، ويثبت على الشفت للمولد كما مبين بهذا الشكل، شكل 1-2 اللي هو يكون عليه، وتكون هناك بروز أو أقطاب بارزة تلف عليها الملفات، أقطاب بارزة تلف عليها الملفات، وترتبط هذه الملفات فيما بينها بطريقة ربط بالتوالي، ومن ثم تجهز بمصدر للتيار المستمر من خلال نهاية الأطراف إلها. إذن هذه الأقطاب الأربعة هي الأقطاب البارزة، وبالتالي تسمى الروتور روتور ذو الأقطاب البارزة. أما النوع الثاني فهو اللي يكون نون سايلنت بول، روتور ذو الأقطاب غير البارزة. هذا النوع من الروتور يكون سموثلي سوليد، يعني يكون أملس ناعم من جزء حديدي من الستيل، وأملس من السطح الخارجي على شكل اسطوانة. أيضا هذه الاسطوانة مثبتة وين؟ على الشفت بطرفها الخارجي، تثبت على الشفت وتتخللها شقوب، توضع في داخل هذه الشقوب الملفات، تكون ملفات على شكل ملف أو دبل سايد، يعني أما نوع الملفات أو ملف أحادي في داخل هذا داخل هذه الشقوب. إذا لا تظهر من هذا النوع من الروتور بروز خارجي، ليس هناك بروز خارجي، فلذلك يسمى بالنن سايلنت بول، وأيضا يسمى بالنوع الإسطواني اللي هو سيلندر أو سيلندريكال روتور، نوع الإسطواني، وعادة ما يستخدم للمولدات ذات السرعة العالية والتي تدار بواسطة التوربينات البخارية، وله مميزات كبيرة تختلف عن ذاك في النوع الأول في السايلنت بول روتور. ليش؟ لأسباب كثيرة، أهمها أنه الميكانيكية ذات متانة عالية، يعني ما عندنا قطع ميكانيكية بارزة كما موجود هنا، وبالتالي هذه القطع الميكانيكية في السايلنت بول تكون عرضة للتهشم، للكسر، عرضة للضوضاء ومشاكل ذلك، يعني صاحبها ضوضاء عالية وميكانيكية غير متينة، وتكون عرضة للكسر والتهشم في السرعة العالية اللي نحتاجها في حالات القدر العالية. أيضا هنا نكون توزيع المجال المغناطيسي
في النون سايلنت بول يكون أكثر انتظاما مما هو في النوع الأول اللي هو سايلنت بول. هنا بالسايلنت بول يكون الديستريبيوشن اوف اي ام اف، يكون التوزيع بيكون غير متساوي وغير متساوي، بينما هنا المجال المغناطيسي كأنما يكسب كل مساحة الدوار، يكسب كل مساحة الدوار تقريبا، على عكس النان، على عكس السايلنت بول روتور. هاي أهم الميزات الرئيسية للروتور بنوعين، السايلنت والنان سايلنت. الفقرة اللي بعدها هي عمل المولد، ومبدأ عمل المولد الحقيقة في البداية يدار العضو الدوار بواسطة مدور خارجي، وهذه المدور الخارجي بأي وسيلة كانت، قد تكون محرك ديزل، توربين خارجي، توربين مائي، غازي، أي نوع من التوربينات، المهم يتم تدوير الجزء الدوار من خلال مدور خارجي. عندما يصل الجزء الدوار إلى السرعة التزامنية يتم تغذية ملفات الجزء الدوار بمصدر التيار المستمر، بالتيار المستمر. هذا المصدر التيار المستمر كان يكون من مولد خاص مركب على نفس الدوار، وعادة ما يسمى بالمثير، أو عن طريق حلقات انزلاق إذا كان من مولد خارجي، أي مولد خارجي ويتصل بحلقات انزلاق، وممكن نجهز ملفات الجزء الدوار من ينتج في الثغرة الهوائية بين الستيتور والروتور مجال مغناطيسي دوار. هذا المجال يدور بنفس سرعة الدوران للماكينة، بنفس سرعة الدوران للعضو الدوار للماكينة. لهذا سميناها الماكينة التزامنية. ليش؟ لأنه سرعة المجال المغناطيسي تدور بنفس سرعة العضو الدوار للماكينة. هذا المجال دوار وين يروح؟ يقطع ملفات العضو الثابت أي الساكن، ويولد فيه قوة دافعة كهربائية متناوبة تبعاً أو طبقاً لمبدأ الحث الكهرومغناطيسي. طبقاً لمبدأ الحث الكهرومغناطيسي تتولد بقوة دافعة كهربائية. هذه القوة الدافعة الكهربائية في المنتج تكون ثلاثية الطور، بحيث تختلف الواحدة عن الأخرى بمقدار 120 درجة. وهذا السبب لمن يعود لكون أن هناك ثلاث ملفات في العضو الساكن، وتتباعد الواحدة عن الأخرى بمقدار 120 درجة، بمقدار 120 درجة. مقدار القوة الدافعة الكهربائية المتولدة تعتمد المفروض على شدة المجال المغناطيسي وسرعة العضو الدوار أو سرعة الجزء الدوار. وطالما أن سرعة الجزء الدوار تكون ثابتة، تكون ثابتة حتى نحصل على تردد ثابت، لذلك يكون التحكم بمقدار القوة الدافعة الكهربائية هو فقط التحكم في شدة المجال المغناطيسي، وذلك من خلال تغيير قيمة التيار المستمر الداخل إلى ملفات العضو الدوار، ومنها تردد القوة الدافعة الكهربائية اللي متولد في المنتج يكون معتمد على سرعة العضو الدوار أيضا، وعلى عدد الأقطاب، والموضح من خلال معادلة F اللي هو التردد يساوي N B على 120، حيث N هي سرعة الروتور في عدد الدورات بالدقيقة، و B هي عدد الأقطاب للروتور، عدد الأقطاب للروتور. وسيتم شرح في المحاضرة القادمة إن شاء الله أو بالفيديو اللاحق، يكون شرحنا لإنتاج القوة الدافعة الكهربائية ومعادلته واعتماده على التردد ثم الدائرة المكافئة. شكرا لإصغائكم، بهذا تنتهي محاضرتنا الفيديوية الأولى، ونتمنى نكون وفقنا لعرضها بشكل مناسب وملائم لكم. شكرا جزيلا.